طبعا كلنا عارفين ان مفيش موسم من دراما رمضان بيعدي الا وفي ازمات بتصاحب المسلسلات، سواء في الكواليس بين الفنانين او بين اطراف خارجيه، زي ان حد يطلع يقول فكره المسلسل دي بتاعتي او الاغنيه دي مسروقه مني وهكذا. في الغالب بتنتهي الازمات دي مع انتهاء المسلسلات وما بنسمعش عنها جديد غير في اعمال جديده بقى في رمضان جاي وعليكم خير. مع مرور النص الاول من شهر رمضان اتصدرت المسلسلات المشهد بوجود ازمات في كواليسها زي سر الباتع اللي تسبب مخرجه خالد يوسف في إثارة أزمة على الملأ مع الموسيقار المعروف راجح داود بعد ما استخدم موسيقى تانية في مسلسله كانت مستخدمة في أفلام قبل كده زي الرئيس عمر حرب وكف القمر. المهم الأزمة دي خلصت على إن خالد من حقه يعمل اللي هو عاوزه كمخرج، خاصة وإن راجح وضعه في موقف محرج لما قال إن موسيقى العمل منسوبة لي وبالتالي ما ينفعش يجازف باسمه ويسكت، وهنا ردها له خالد يوسف وقال إن الموسيقى اللي عملها ما غطتش أحداث المسلسل، رغم إن مسلسل ضرب نار محقق نسب مشاهدة عالية جدا وبيتابعه جمهور كبير، لكن واضح إن النجاح ده ما ينفعش يعدي كده غير ومعاه أزمة، لو مش أي أزمة، دي زي ما قال رواد التواصل الاجتماعي إن بطلين العمل هم اللي عملوا الأزمة دي، لأ وعلشان كمان هم الاتنين متجوزين فالموضوع كان واخد مساحته بين الجمهور. وإن يعني إيه ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يتخانقوا في الكواليس؟ لأ دول اتحسدوا. المهم اتقال إن ياسمين عبد العزيز ضحكت بصوت عالي وسط المصورين وفريق العمل اللي كانوا شاهدين على الخناقة، وده اللي عمل غيرة عند أحمد العوضي وقال لها في إيه؟ وطي صوتك، واتقال إنها اترعبت من صوته وسط صمت فريق العمل، لكن واضح إنهم اتراضوا وده بسبب صورة نشرتها وهي بتغسل رجل أحمد العوضي، وده طبعاً كان مشهد في المسلسل، لكن اتقال إنها بتحاول تراضيه علشان اللي حصل قدام الناس. في الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد كان فيه مفاجأة للجمهور بتقديم الفنانة سعد يونس استعراض على أغنية البيانولا للشاعر صلاح جاهين واللي سبق وجنتها من سنين طويلة، وشاركتها في الاستعراض ده الطفلة سيليا، لكن وبسبب عدم استئذان الشركة المنتجة من سامية بنت صلاح جاهين علشان الأغنية حصل بينهم وبين بعض حرب تصريحات. يعني الشركة قالت في بيان إنها بريئة من سوء الظن ده وإنها حصلت على حقوق استغلال الأغنية من شركة ستارز للخدمات الرقمية. كان بيان الشركة ده للرد على كلام سامية لما قالت إنها كأسرة صلاح جاهين كل فترة يتفاجئوا إن شغله بيتاخد ويتم استغلاله في إعلانات وأعمال تلفزيونية أو سينمائية بدون إذنهم ومن الذوق واللياقة إنهم على الأقل يتواصلوا معانا ياخدوا إذننا. لكن سامية ما سكتتش ووضعت الشركة في موقف محرج لما كتبت على حسابها حضراتكم اللي المفروض تحققوا من ملكية المصنفات والشركة دي ما تملكش شغل بابا، وكمان حضراتكم ما ردتوش على تجاهل الحق الأدبي لصلاح جاهين بالذكر اسمه على العمل وده أهم من أي حق تاني. في بداية رمضان اتسرب فيديو لمحمد سعد وهو غاضب في كواليس مسلسله الحاج إكسلانس، قال فيه ده إيه ده؟ ده أنتم أوفر قوي، ده أنتم فشلة، اللي مش عاجبه كلمة يقول، فحد مش عاجبه حاجة، وده اللي عمل جدل بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الألفاظ غير اللائقة، وده كمان كان وقت التصوير، لكن سعد قال إن كلامه كان موجه للكروب بتاع الإنتاج مش مخرج العمل زي ما قال البعض.